طبعا يعني امبارح كان عندنا ملحمتين، ملحمة الانتر مع ليفربول وملحمة السبعية بتاعت البايرن. يا جماعة يعني ناس كتير جدا كانت متوقعة انه البايرن مش هينافس والبايرن مستواه متراجع. امبارح البايرن قدم عرض ولا اروع، واللي ما شافش الماتش حاول على الاقل تتفرج على الهايلايتس وتركز اكتر مع القوة الضاربة، القوة الهجومية، خط هجوم البايرن الناري، سواء ليفاندوفسكي او كومن او جنابري ومن وراهم ليروي سانيه. يا جماعة يعني الكرة الهجومية كما ينبغي أن تكون، يعني الناس امبارح قدمت تابلوهات. التفاهم ايه؟ انسجام ايه؟ كرة ايه؟ متعة ايه؟ حاجة يعني زي ما الكتاب بيقول، زي ما بيقول. والنهارده عندنا مواجهات لا تقل متعة ولا إثارة ولا أهمية. طبعا المواجهة الأولانية المواجهة الكبيرة طبعا النهائي المبكر هيكون بين ريال مدريد وبي اس جي. مباراة الذهاب انتهت 1-0 في فرنسا، والنهارده العودة في مدريد، والكل بيتوقع خروج الريال وانا منهم. لكن على كل الاحوال مباراه بره الحسابات وما فيهاش توقعات. المباراه الثانيه هيكون فيها يعني اللي عايز يتفرج على متعه الكوره، عايز يتفرج على اهداف كتير، هتكون مباراه السيتي وسبورتنج لشبونه. ان مباراه الذهاب انتهت في البرتغال بنتيجه 5 لصالح السيتي، وبالتالي النهارده السيتي في نزهه. على كل الاحوال هنتكلم على ده، وبالتاكيد ماتش سان داونز مش غايب علينا لانه هيكون ليه وجود هو الاساس النهارده معانا. طبعا مباراه مهمه جدا، بيشرفنا النهارده شريف سالم محلل اداء، هنتكلم معاه على الكره العالميه ونتكلم معاه على الكره الافريقيه برضو. شريف مساء الخير واهلا بيك. مساء النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. حل. جاي مبسوط النهارده طبعا ولا ايه؟ طبعا. ماتش امبارح الاول، يعني طبعا انا بشوف ان بيراميدز من اقوى الفرق اللي موجوده في البطوله المحليه، والمنافس بحكم الارقام المنافس للاهلي لغايه امبارح يعني على الصداره. اهم الايجابيات، واذا كان في سلبيات رصدتها في اداء النادي الاهلي برضو يهمنا نهايلايت قبل ما نروح لسان داونز. الماتش اجمالا كان جيم كويس قوي ما بين اثنين مدربين كويسين، لكن واضح فرق الامكانيات ما بين الاثنين مدربين. كوتشنج وايز بقى على الخط، اثنين مدربين واقفين. المواجهه امبارح كانت كبيره بين موسيماني وايهاب جلال. كانت مواجهه، يعني دي الماتشات اللي الواحد لما بيقعد يتفرج عليها فعلا بتستمتع كمشجع لما بتفوز، وبتستمتع كمتخصص لما انت بتتفرج على ماتش من النوع ده. كيف تفوق موسيماني على ايهاب جلال من وجهه نظرك؟ في كل حاجه، كانت بدايتها من ازاي الاثنين دخلوا الجيم. الاهلي دخل الجيم اول 30 دقيقه وان سايد جيم، مسيطر على كل انش في الملعب. بعد كده بدا تدريجيا من اول الدقيقه 30 او 32 بدانا نشوف بيراميدز بيدخل في الماتش شويه. في حاجه حاول يعملها بيراميدز امبارح من بدايه اللقاء، وهي عمليه الضغط ازاي هيضغط على النادي الاهلي. ده تقريبا بدايه اللقاء، يعني ازاي بقى هنضغط على النادي الاهلي من فوق، نحاول ان احنا نغلط الاهلي وما نطلعوش بالكوره. ده ما حصلش، ما قدرش بيراميدز يعمل كده. بعد كده من الدقيقه 30 تقريبا بدا بيراميدز يدخل الجيم شويه، بدا يبقى فيه يعني مناوشات كده، وانتهى الشوط الاول 0-0. بدايه الشوط الثاني بالنسبه لي كانت بدايه الكوتشنج اكتر، هو ازاي الاثنين المديرين الفنيين هيسوقوا الماتش. هما الاثنين كل واحد على جزء الشطرنج بتاعه قاعد ماسك لعيبته بيحركها ازاي في الملعب، وهو ده اللي حصل الشوط الثاني. النادي الاهلي الشوط الثاني لعب بثلاث طرق مختلفه. بدا الجيم ان احنا لما دخلنا الشوط الثاني دخلنا ب 4-2-3-1 لحد ما سجلنا الهدف. بعد كده عملنا اول تغييره بتاعت عمرو السوليه، اتحولنا من 4-2-3-1 ل 4-3-3. بعد كده عملنا تغييرتين، تحولنا من 4-3-3 ل 3-5-2. وعملنا تغيير تاني، تحولنا من 3-5-2 ل 3-4-3، واخر 10 دقائق 3-4-3 سجلنا منهم هدفين. هنا بالنسبه لي كان واضح قوي ان موسيماني محضر اكتر لبيراميدز من ما بيراميدز محضر النادي الاهلي. انا بس معانا حالات الضغط بتاعت النادي الاهلي على بيراميدز، هي دي اللي احنا لو رحنا لها دلوقتي هي دي بس الحاجه اللي احنا. والضغط ده كان مفتاح الفوز، يعني هدف الاول للاهلي، هدف قفشه، الهدف الاول استلام شريف هنا، دي واحده من الفرص اللي بقول لشريف عليها. الاستلام هنا يفرق كتير جدا، والاستلام ده في كره هي كره صعبه طبعا، لكن التركيز هنا، وشريف يقدر يعمل ده وعمل ده قبل كده كتير، فكانت تفرق معانا كتير. ده الهدف بتاع قفشه. لو رجعنا بس اول الحاله دي، انا مش يعني الهدف مش مهم، جوده الهدف. خلينا بس نلاحظ ازاي النادي الاهلي بيضغط في كام لعيب ازرق. شوف الشيب بتاع الثلاث لعيبه بتوع النادي الاهلي، هم بيضغطوا على لعيبه بيراميدز. انا مش مهتم بالجول كده كده، يعني ممكن الفرصه تيجي ممكن تضيع. بس ضغط ديانج دي برضو يعني ده الاسيست بتاع ديانج وحمدي. يعني الاثنين يعني مش مهم دي. الجول مش مهم قد ما مهم فكره ازاي بنضغط. بصوا يا جماعه الضغطه دي عامله، بصوا السبرنت اللي فتحه ديانج عامل ازاي. ده حمدي اللي ضغط في الكوره دي بتاعت ديانج. لسه الكوره اللي بعدها دي الكوره دي حمدي. دي حمدي. نروح للكوره اللي بعدها.
ده الجول الثالث. ازاي برضو حسين الشحات وحسين من الناس اللي نزلت عمل اداء كويس قوي بالمناسبه. ضغط حسين اتقطعت سجلنا الجول الثالث. طبعا غلطه كارثيه، غلطه جميله. في نقف بقى عند الكوره دي لحظه، نرجع شوف برضو الشيب بتاع النادي الاهلي في عمليه الضغط مان تو مان طول الوقت، ازاي النادي الاهلي ضاغط على نفس الكوره دي. والكوره دي هنشرحها في حاجه رقميه بسرعه برضو، بس نروح للكره اللي بعدها بتاعه ديانج عشان نبقى خلصنا الحالات اللي احنا عايزين نتكلم عليها. هي دي الحاله، ده بتاعت برضو كوره شريف اكرامي اللي قطعها محمد مجدي قفشه، عرضيه معلول. وحسين حسين ليه كورتين امبارح كوبي بيست الكوره دي. كرة دي خدها ببطن رجله، ودي اللي كانت عايزه بتهيألي يعني كانت عايزه وش الرجل، وواحده ثانيه خدها بوش رجله اللي طلعت في المدرجات دي، ودي اللي كانت عايزه بطن الرجل. انا عايز بقى نرجع للحاله دي من اولها. احنا كان ممكن على فكره سكور امبارح يبقى تاريخي، يبقى اكتر من كده، كان ممكن يبقى تاريخي. الكره دي هو يعني ده نفسه، يعني دول مع الرقفه نبقى متفقين، احنا دول مع الرقفه. انا متفق. انا عايز بس نرجع الكره دي من اولها معلش. شايف الشيب ده، الشيب بتاع الجول دي ديانج بقى. نفس الجول بالظبط. فهل بقى الجول ده كان صدفه؟ يعني مش عايزين بقى حد يطلع يا جماعه في الاعلام يقول النادي الاهلي قطع وسجل، ده صدفه. كره الجول اهي، هي بالظبط، بس دي ما اتسجلتش، ده كره شريف اللي ضاعت بس برضه. هو نفس الشيب وفي فرص كتير. عايزين بقى نروح بس لنقطه مهمه هي دي. بس انا اخد حاجه على ماتش امبارح. احنا في اوقات كتير جدا لما بيراميدز ابتدى يضغط على الاهلي كنا بنلعب كتير قوي في الصندوق بتاعنا، في البوكس بتاعنا. الحاجات دي منتهى الخطوره، بالذات لما مش بتكلم على ماتش امبارح، يعني قدرنا نتعامل مع ده في ماتش امبارح، لكن انا اقصد اقول الطريقه دي بالذات مع الفرق الكبيره منتهى الخطوره. والنتيجه العكسيه يمكن الاهلي نجح فيه عكس بيراميدز، انه يضغط في 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 في, في نص ملعب بيراميدز وخد كره واثنين وعمل خطوره وجاب منهم جول. فرق الجوده هو بعلاقه طرديه مع الزمن. إيهاب جلال موجود قد إيه مع بيراميدز؟ فوصل اللعيبة دي المرحلة عاملة إزاي في نقل الكرة في الأماكن الخطر اللي زي دي؟ وموسيماني موجود بقاله قد إيه مع النادي الأهلي؟ فقدر يوصل بجودة اللعيبة في إن أنا أقدر أعمل كام نقلة في المكان ده وأنا مطمن للي أنا بعمله. الحاجات دي بس في كور كتير إمبارح يا شريف مثلت خطورة على النادي الأهلي. وفي ميس باس في الحتة دي يعني هو أنا للأسف قاعد أتفرج هو يعني للأسف يعني بتقلق جدا. للاسف انا بس يعني مش عايزين ناخد الموضوع في حته الترند قوي. انا يعني عندي لوم كبير، واحنا كنا حتى اتكلمنا فيه هنا في حلقه على محمد عبد المنعم، بيطولها ازيد من اللازم. امبارح نفس الكلام تقريبا، كورتين شبه اللي احنا اتكلمنا عليهم في الحلقه اللي فاتت نفس الحاجه. فهي لو عبد المنعم تخلص من ده احنا هنوصل لجوده اعلى من كده، لان واضح ان عبد المنعم هو اللي هيكون موجود اساسي في الفترات اللي جايه، واضح انه اقنع الراجل اكتر من الناس. فخلاص انت موجود، يبقى لازم نركز في الحاجات الصغيره دي لانها هتفرق معانا. انا عايز نروح لحاجه بسرعه رقميه. يلا. بسرعه جدا، العرضيات الصحيحه اللي كان النادي الاهلي موسيماني امبارح ليه كان مذاكر بيراميدز كويس قوي، لانه نقل بيراميدز من قلب الملعب من خطورته وليد الكارتي وعبد الله السعيد، حطه في الاطراف عند رمضان صبحي وابراهيم عادل اللي مش بيعيشوا احسن الحالات الفنيه. بمناسبه كلامك عن عبد المنعم، مين افضل من وجهه نظرك يعني حد في بناء الهجمه من تحت، يعني من ملعبنا؟ بدر كان بيعمل ده بشكل كبير جدا، هل شايف في حد جنب بدر ممكن وايمن كان برضو لما كان فورمه وكان يعني بيلعب اساسي دايما كان برضو عنده القدره بالذات في الكور الطويله. مين بيعمل ده مع في ظل غياب ايمن وبدر بنون؟ هو انا بدر بالنسبه لي بلاي ميكر، يعني هو مش مجرد مدافع بينقل الكوره من تحت، ده راجل بلاي ميكر بيحطك في اماكن خطر جدا بتمريرات تبان من بره انها سهله وبسيطه. انا بحس ان عبد المنعم عنده ده. بس هو محتاج يوصل للسبيس او يوصل للحظه اللي ما بين انا امتى بزودها وامتى انا بلعب بسرعه. يعني ياسر من ضمن اللعيبه مثلا اللي بتحضر كويس، بس عنده ميزه اوقات بتبقى عيب، انه لما بياخد الكره بينقل بسرعه، مع ان اوقات لو اخذت الكره وصبرت لحظه انت ممكن تلاقي زوايا تمرير حتى في الكرات الطويله افضل من ان انت تخلص نفسك بتمريره قصيره كان للشناوي او لعبد المنعم. عبد المنعم عنده دي، بيقف لحظه عشان يدور على زاويه تمرير افضل، بس اللحظه دي اوقات بتوصل لحظتين ثلاثه فبتبقى ازيد من اللازم. لو قدر يوصل للنقطه دي، الفاصله ما بين ان انا ازيد من اللازم وان انا بمرر بسرعه جدا، هيوصل للحته اللي موجوده عند
عند بانون، وهو كمان الحقيقه افضل في الكرات الطويله من اي مدافع موجود في الاهلي. المريخ، بيراميدز، سان داونز، انهي فرقه من وجهه نظرك تقيمها بانها الاصعب او الاقوى؟ سان داونز طبعا. سان داونز، سان داونز ثاني اقوى فريق في افريقيا بعد النادي الاهلي. وهو ده اللي احنا هنشرحه. النادي الاهلي خسر، بس النادي الاهلي كان قوي ازاي، ونربط بقى هو انت تقدر تروح تلعب ازاي في جنوب افريقيا، وازاي تقدر تجيب مكسب من هناك. لو رحنا لحالات بس بسرعه، موسيماني رايح يكسب 100%. يعني للدفعه المعنويه اللي موجوده عند الفرقه دلوقتي من الفوز على بيراميدز ده، يعني لازم تخليك ما تفكرش في اي حاجه غير المكسب. يعني انا بالنسبه لي التعادل دلوقتي في جنوب افريقيا مش هيبقى نتيجه ايجابيه، لانه خلاص انت يعني حطيت على السكيل بتاعك. بس لو ماتش المريخ والهلال انتهى بفوز الهلال او تعادل الفرقتين، انت التعادل بالنسبه لك يعني يبقى قربك جدا من التأهل بصرف النظر عن اول او ثاني. يعني هو في جميع الاحوال الثلاثه بونت على المريخ هنا في القاهره اللي جايين هم دول تذكره الصعود. التيكت بتاع صعود النادي الاهلي هم الثلاثه بونت اللي هنا. لكن موسيماني حط الاهلي، انت رايح تقابل المريخ وانت راكب في الجدول، غير لما تبقى رايح وانتوا تاتا تات، او يعني انتوا الاثنين راس براس، الدوافع عندهم تختلف. انا ما عنديش توقعات في الهلال، مش حاسس ان الهلال فرقه تقدر تنصرك في اي حاجه. كانت منافس محتاج منه ان هو يجيب تعادل مع المنافس او يكسبه. بالمناسبه الهلال لعب الموسم اللي فات في الدوري موسم كامل ما خسرش غير مباراه واحده من المريخ. فهو مش يعني ان هو ينصرك في نتيجه ايجابيه ده شيء. الماتش اللي جاي على ملعب الهلال، ماتش الهلال يعني مش هتفرق كتير، يعني كتير. مش بالنسبه الكره السودانيه ما كلهم مع بعض هناك، زي الاهلي والزمالك هنا بتلعب الزمالك هنا في مباراتين بتكسبه في الاثنين في افريقيا في كل ادوار المجموعات. ده مش معناه ان الزمالك لما تبقى دي المباراه بتاعته هيبقى هو هيفرق الموضوع. هو كله بالنسبه لي سواسيه. يعني واضح ان احنا ممكن ما نقدرش عشان الوقت ناخد الحالات اللي هي. طب ايه اللي مطلوب يتغير بدايه؟ هل مطلوب انه اداء الاهلي في مواجهه سان داونز يتغير عن المواجهه الاولى، ولا شايف انه كان اداء جيد بس ما كان داي اوف، يعني كان ما فيش توفيق، ولا شايف انه على مستر موسيماني يتعامل مع سان داونز بشكل مختلف تماما عن مباراه الذهاب او مباراه اللي اتلعبت هنا؟ هو مباراه الذهاب النادي الاهلي سيطر في كل حاجه، يعني كل حاجه فنيه في المباراه النادي الاهلي سيطر عليها. الحاجه الوحيده اللي ممكن كانت الناس بتلوم عليها هي فكره هو احنا ليه ما غيرناش من 4-3-3 رحنا ل4-2-3-1 عشان نبقى افضل. وهي دي، حد سأل السؤال ده للراجل في المؤتمر الصحفي وكان رده ان انا كنت قلقان من الهجمات المرتده بتاعت سان داونز. سان داونز تاني اقوى فرقه في افريقيا بعد النادي الاهلي. طبيعي ان انت لما بتتعامل مع فرقه بالسرعات دي بالامكانيات دي ان انت بتبقى قلقان، لان احنا خطوط الملعب بالنسبه لنا الخطوط الطوليه هم ثلاث مساحات، المساحتين بتوع الوينجين والهاف سبيسز، هي دي اللي الراجل كان حاطط فيها ثلاثه علشان يقفل الهاف سبيسز دي. وهي دي اللي احنا لو رجعنا لحالات الضغط اللي حصلت في مباراه سان داونز والنادي الاهلي هنلاقي النادي الاهلي دايما بيقطع الكوره من الثلث الاول والثاني. فالراجل كان ناجح قوي بال 4-3-3 انه يقفل الهاف سبيسز دي عشان هم ما يخرجوش من 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 الاماكن التمرير بتاعتهم اللي هم مميزين فيها. لكن في نفس الوقت انت كان لازم يعني نو ريسك نو فن، انت سيطرت على بيراميدز حقيقي وانت كنت مسيطر. و بيلسا كان له تصريح شهير جدا وهو واحد من اعظم الانستراكتورز في تاريخ الكوره، يعني قال ان الفريق العظيم هو اللي يخلي الفرق الثانيه كونديشن عليه، يعني انا اللي خلي حالتها على اساس او تبني خطتها على اساس الفريق الثاني. احنا كده طول عمرنا على فكره، يعني احنا باستثناء الموسم اللي فات مع مستر موسيماني لاسباب كتير بقى، تلاحم مواسم، غيابات، اصابات، اجهاد، معرفش، الراجل لسه جديد، فوقت كتير جدا كنا بنلعب كل مباراه بتكتيك مختلف، احنا اللي كنا بنبني على الخصم او مستر موسيماني بيبني خطته على الخصم. لعبنا مع سان داونز هنا بشكل، ولعبنا معاه هناك بشكل، لعبنا مع الترجي هناك بشكل، ولعبنا هنا بشكل، فاهم قصدي؟ لكن احنا طول عمرنا احنا لينا طريقتنا ولينا اسلوبنا، والفرق هي اللي بتبني على احنا هنعمل ايه. في حاجه يعني اتشهر بيها الجيل بتاع مستر مانويل جوزي، وهي فكره ان احنا اول ما بنخرج نلعب اي فرقه بره كنا بنلعب بنحط ديفندر زياده، وبدل ما بنلعب بثلاثه قدام بنلعب باثنين. ده اللي كان بيحصل، فدي كانت حاله مرتبطه بالنتائج الايجابيه اللي كان بيحققها مستر جوزي. انا بشوف ان دي مش انسب حاجه، مش الرقم مش هو الطريقه اللي انت بتدافع بيها، ده مجرد رقم ممكن تقدر تدافع بيه او تهاجم بيه. انا بالنسبه لي هو التصريح بتاع بيلسا لو احنا
حطيناه على المباراه هتلاقي ان فرقه سان داونز للمعدل الاستحواذ بتاعها تقريبا طول الموسم 62% خارج ب 38%. هو انت سيطرت على كل حاجه، بس في اوقات بيبقى انت محتاج حظ او محتاج توفيق عشان كل الخطط اللي انت بنيتها دي تقدم حاجه ايجابيه كنتيجه، وده اللي حصل في مباراه بيراميدز. انت كسبان امبارح 1-0، بيراميدز بيروح بانفراد، هو اللاعب والمرمى فاضي ما بيسجلش، بترجع انت تسجل، فالمباراه بتروح في اتجاهك. مباراه سان داونز كره العكس الصحيح، العكس الصحيح، كره محمد مجدي قفشه، راجل اي لو عمل اي حاجه تيجي جول، لو جات له 20 مره كمان 19 منهم هيدخلوا الشبكه وهتضيع اللي ضاعت. صحيح، اي حاجه هتيجي جول الا اللي حصل، ده اللي حصل مرتده جول. فهي التوفيق اوقات بيخدم الخطط، لكن انا بالنسبه لي النادي الاهلي استحق الثلاثه بونت، مش حتى التعادل مباراه سان داونز اللي فاتت. بس ميزه الكوره اوقات كمان انها بتديك دروس. انت ليه ما كسبتش؟ ما هو مش معقول برضو ان الراجل اللي اشتغل الناحيه الثانيه وخرج بالثلاثه بونت ان احنا مش هنقول له لا. انت هو كويس قوي انه الدرس جاي في المجموعات، يعني الدرس مش جاي في دور الثمانيه ولا دور الاربعه، لانه خساره الاهلي على ملعبه هنا في دور ثمانيه او دور اربعه هتعقد الحسابات كتير جدا. فكويس انه الدرس جاي بدري بدري. بس ماتش سان داونز هناك تتوقع المواجهه هتكون ازاي؟ وهل سان داونز بعد ما كسبه في القاهره يطمع في الاهلي ينزل يلعب كورته سان داونز اللي احنا متعودين عليها في ملعبه في جنوب افريقيا، ولا هيبقى متحفظ نتيجه المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي زي ما انت بتقول سيطره كامله على المباراه هنا في القاهره؟ بالنسبه لي المباراه ال 90 دقيقه المباراه اللي فاتت كانوا تصريح بشكل غير مباشر من الاثنين مديرين الفنيين اللي واقفين على الخط ان يا جماعه النادي الاهلي اقوى خلاص، واحنا هنلعب زي ما كل فرق افريقيا بتلعب الاهلي. الموسم اللي فات نسبه الاستحواذ وصلت حاجه و60% لسان داونز ضد النادي الاهلي في القاهره هنا، في القاهره هنا الماتش اللي كسبناه 2-0، الماتش اللي 2-0 انت مباراه ماشيه 1-0 عشان انت بذلت مجهود كويس في التمرين واشتغلت على المنافس، ربنا كرمك بالجول بتاع صلاح محسن. 2-0 سهلت عليك المسؤوليه هناك، دي عمليات الضغط اللي كان النادي الاهلي بيعملها على سان داونز هنا، واللي سان داونز كان ازاي ما بيقدرش يخرج. نشوف برده تقريبا نفس عمليات الضغط اللي حصلت على بيراميدز. فرقه بتلعب كوره على الارض كويس جدا، عندها لعيبه مهاريه كويس جدا، ومستوى يعني شايف ان مستوى التفاهم والانسجام بينهم برده عالي جدا. الفرقه دي تلعبها منين؟ يعني تخترقها منين؟ تعتمد على انك تسيب لهم الاستحواذ وتلعب على مرتدات فرق السرعه، تعتمد على الكرات العرضيه. يعني هو فرق السرعه مش مصلحتنا. يعني هو بالنسبه لي اللي كان بيحصل ده بالنسبه لي مهم. ليه؟ لانه انت شايف ان فرق السرعات مع مش في صالحنا طبعا، مش في صالحنا، لا لا خالص مش في صالحنا، هم اسرع مننا 100% تقريبا، يعني 1 في 1 في كل المراكز في الملعب هم اسرع مننا. يمكن تاو ممكن هو اللي يعني في كومبيتيشن شويه في السرعات. لكن المهم بالنسبه لي اللي حصل في الماتش اللي فات هو ان انت في اكاديميه اسمها سان داونز بقى لها 10 سنين بتنفذ نفس الحاجه كل يوم في التمرين، وبتنفذ نفس الحاجه كل يوم في الماتشات، انت افقدتهم الهويه دي. فده كان تصريح بشكل مباشر ان النادي الاهلي هو الاقوى في افريقيا حاليا، وكل المنافسين في افريقيا هتتعامل معاك سواسيه ان احنا هنروح نلعب النادي الاهلي في ملعبه، هنقعد في ال 18 ونشتغل على المهمات المرتده. هتروح ازاي تلعب سان داونز هناك؟ انت مش رايح بريتوريا دلوقتي، انت رايح جوهانسبرج، ده الملعب اللي اتلعب عليه نهائي كاس العالم. تمام، ممكن نشوف صوره الملعب، وغالبا خليني اقول لكم كده يعني ده توقع، يعني هو الموضوع ده هيتحسم يوم الجمعه بشكل نهائي، بس يعني غالبا هيسمح بحضور جماهيري في المباراه زي ما قال فاروق معانا بنسبه 10% من ساعه الملعب، يعني 10,000، بس انا توقعي انه العدد هيزيد عن كده. ده ملعب المباراه، ده الملعب اللي انت بتتكلم عليه يا شيخ. ملعب نجيلته كويسه، ملعب واسع، ملعب اتلعب عليه نهائي كاس العالم، كاس العالم 2010، ملعب ممتع لما تنزل كلاعب كوره تحس ان انت مستمتع وعايز تلعب كوره. وفاروق قال لنا معلومه يعني برضو كانت استغربتها جدا، انه سان داونز ما لعبش على الملعب ده. سان داونز ما بيلعبش على الملعب ده، يعني هو رايح يلعب على ملعب جديد عليه، بيحتاج يسافر، كان الاهلي بيلعب في برج العرب تقريبا، بيحتاج يسافر عشان يروح جوهانسبرج من بريتوريا عشان يلعب الماتش هناك. فبالنسبه لي اكيد مش هنتعامل مع المباراه بمنهج انه احنا الاثنين رايحين ملعب جديد، ده ملعب احسن من ملعب سان داونز 100%. فرق كبير جدا. فبالنسبه لي الملعب ده هيسمح لك ان انت تنفذ طريقتك اللي انت نفذتها في القاهره. تاني حاجه عقليه اللعيبه والمنتاليتي بتاع اللعيبه في ازاي هتتعامل مع المباراه. هل انا هقدر اخرج من القوقعه بتاعت ان انا في جنوب افريقيا فبلعب سان داونز هناك واستحوذ،
ولا انا هفضل في القوقعه بتاعه زمان اللي هي انا رايح العب فريق في ملعبه فانا اسيب الكره شويه وادافع عنها شويه. انا بالنسبه لي ملعب خسارتك في القاهره مع التصريح الغير مباشر اللي قدمه الاثنين مديرين فنيين، لان صن داونز عنده اثنين مديرين فنيين مش واحد، الاثنين مديرين فنيين، ان انت افضل مع كل الحاجات دي وكل الانديكيشنز دي، انت لازم تروح هناك تقدم نفس المباراه اللي انت قدمتها في القاهره. ايوه، لان هو في جميع الاحوال انت محتاج ان انت تاكد على فكره ان كل المنافسين اللي هيجوا بعد كده يبقوا عارفين ومتاكدين ان انا بلاعب النادي الاهلي اللي هو الاقوى في افريقيا حاليا كمستوى فني وكارقام وككل حاجه. فانا بالنسبه لي المباراه اللي هناك يقدر النادي الاهلي 100% ياخد طيب نتيجه ايجابيه. قبل ما اروح للطريقه والتشكيل الامثل من وجهه نظرك، فرق الزمني بين ماتش بيراميدز، انت عارف ان الفرقه امبارح خلصت طلعت على المطار على طول. ووصلت النهارده جوهانسبرج، مستر موسيماني مدي راحه والماتش هيتلعب الساعه 3. الناحيه الزمنيه والساعه البيولوجيه ورحله السفر الطويله دي يعني ممكن تكون عامل مؤثر ولا سهل ان احنا نتعامل معاها ونتخطاها او يعني نتفادى اثرها السلبي؟ لازم هيكون لها اثار علميه، لكن في النهايه انت معاك وقت كافي، ال 72 ساعه كافيين جدا. اولا انت معاك ال 48 ساعه بتوعك اللي انت هتقدر تتخلص فيهم، او اللعيبه هتتخلص من حمض اللاكتيك او اللي بيتقال عليه في الكوره الحمض المسبب للتعب، اللي هو ده هيتعبك او هياثر عليك يخلي عضلاتك مش كويسه. انت اخذت اول يوم راحه اللي هو النهارده، بكره اللعيبه هتنزل تعمل استشفاء. هم عملوا استشفاء في الطياره اوريدي، في بقى استشفاء بتبقى حاجات تانية. أي، ممكن يختار ان هو يعمل استشفاء في البول، ممكن يختار يعمل تدليك، ايا كان النهج اللي هو مقتنع انه احسن هيعمل استشفاء. فكده هيبقى انت ال 48 ساعه الاولى عندك تمرينه واحده بس، انت مش تعملها فول سيشن، انت بتعملها هاف سيشن، تنزل تعمل سمول جيمز وفان جيمز زي اللي احنا شفناها حتى قبل ماتش سان داونز هنا، كانت اللعيبه عامله فان جيم كده، بتعمل فان جيم عشان ما تبذلش مجهود كبير، وفي نفس الوقت بتحاول ان انت برضو اللعيبه اللي انت حاسس انها لا زالت مرهقه بتدخلهم في استشفاء. عمليات الاكل بتختلف شويه، تقريبا بنتكلم في حدود 4 5 ساعات، ان بدل ما اللعيبه بتصحى الساعه 7 تفطر الساعه 9 وتبدا التمرين مثلا 10:30 او 11 في القاهره، انت بتصحى تقريبا الساعه 6 وبعد كده بتعمل تمرينك الساعه 7، بتحتاج الساعتين بتوعك عشان تشتغل تمرين الساعه 9، وبعد كده لو هتعمل التمرين الاساسيه بتاعتك الساعه 3. فهو كان عذر، انا بالنسبه لي مش هيكون عذر في المباراه الجايه، لان انت عندك وقت كافي ان انت تحضر لده. وده درس، لو يعني ما ينفعش ان احنا لما يجي حد قبلنا ما نتعلمش منه ونهدم كل اللي فات ونبدا من اول وجديد. لا، انت كان في درس مهم قوي حطه فايلر لما جه وهو رايح يلعب سان داونز، مشي معاهم في الطياره هنا، ده نفس اللي احنا عملناه، خلصنا بيراميدز ومشينا في الطياره، مشي في الطياره وراح واخد يومين راحه، وبعد كده بدا يشتغل التمرينه بتاعته الاساسيه كل يوم الساعه 3 في ميعاد الماتش، واختار في الجزء الهجومي الثلاث لعيبه الافارقه، كان جيلاردو وبادجي و أجايه، لعب بالثلاثه الافارقه اللي بيتحملوا درجه الحراره دي والحاله دي، وامن نص الملعب بتاعه بمحمود متولي كلعيب قدامه. فده درس نتعلم منه، ان احنا لما نيجي نروح نلعب مباراه زي كده في توقيت مختلف نروح بدري يومين ونحضر الحاله الذهنيه والبدنيه بتاعه اللعيبه. هو لو كان ماتش بيراميدز كان الاهلي هيطلع قبل كده بكتير، ما هو يعني الماتش بيراميدز لكن يعني لازال عندك ثلاث ايام، الثلاث ايام تسمح فيهم ان انت تعيد صياغه اليوم بتاع اللعيب بتاعك عشان يقدر الساعه 3 يحط حمل اقصى. هتراهن على نفس الطريقه ونفس التشكيل اللي لعب ماتش بيراميدز اللي ابتديت بيه ماتش بيراميدز، ولا شايف انه سان داونز يستحق طريقه مختلفه وعناصر مختلفه تنفذ طريقه اللعب؟ هراهن على 4-3-3 اللي اتلعبت هنا بنفس الاسلوب بنفس الشكل، ماتش سان داونز، ماتش سان داونز هنا. انا كنت بكلمك على تشكيل بيراميدز امبارح، يعني بما ده اخر ماتش لعبه وشايف اللعيبه، بس مش خد سان داونز. ما هو احنا برضو التاني بعيد قوي، ده انت عديت المريخ وعديت بيراميدز ما احنا جايين من المقص ما احنا جايين من المقص 4 وبعد كده من 4-2-3-1 رحنا سان داونز، بعد كده رجعنا فاركو، بعد كده رحنا المريخ 4-2-3-1، من 4-3-3 ل 4-2-3-1. فهي هي، بس انا بالنسبه لي يعني سان داونز مهما انت اثبت بكل الطرق الفنيه ان انت لازلت اقوى او ان انت بقيت اقوى من سان داونز، وان انت خليت سان داونز كونديشن عليك في ان انت ازاي قدرت تسيطر عليه هنا في القاهره، لازال سان داونز هو تاني اقوى فرقه في افريقيا. انا متفق معاك، يعني انا بشوف ان الفريق ده اذا كان في منافس للاهلي على اللقب هيكون فريق سان داونز، بس برضه في النهايه انت رايح
ليك اهدافك، ايه الطريقه الامثل والتشكيل الامثل اللي يخدم الطريقه دي من وجهه نظرك يا شريف؟ يعني لو مستر موسيماني عايز يكسب رايح يلعب سان داونز هناك وهدفه الاساسي مكسب، هيبتدي 4 3 3 ولا دي طريقه تسمح اكتر لسان داونز انه يعني ممكن ما يمثلش خطوره علينا لكن يمنعنا على الاقل من ان احنا نمسك كوره؟ هل انا لازلت مصر 4 3 3 هتفضل هي نفس الطريقه الانسب لان انت تلعب سان داونز هنا نفس الطريقه اللي لعبت بيها هنا هتلعب بيها هناك ونفس النهج بقى، هي الفرق في الفلسفه 4 3 3 واقعد في ال 18 ولا 4 3 3 زي القاهره واطلع اضغط من فوق واستحوذ؟ لو انت لعبت 4 3 3 بنفس الفلسفه اللي لعبت بيها هنا هتقدر تكسب، لان لو الحظ ما خدمكش في ال 90 دقيقه اللي هنا هيخدمك هناك. ابرز نقاط الضعف اللي رصدتها او شفتها ولاحظتها في فرقه سان داونز، يعني من اين تؤكل الكتف؟ الفرقه دي بتلعب كوره حلوه لكن زي اي فريق في الدنيا في بالتاكيد عندهم نقاط ضعف، ايه اللي انت شفته في ماتش القاهره هنا؟ مش عموما يعني في ماتش ايه اللي شفته حاجه يشتغل عليها مستر موسيماني في مواجهه السبت اللي جاي؟ انا شايف ان اكبر نقطه ضعف لو احنا ضغطنا عليها بشكل مباشر نقدر نكسب هو الباك ليفت بتاع سان داونز اللي هو لاكاي. لاكاي لعيب هجوميا كويس قوي ناحيه هاني وبيرسي تاو، ناحيه هاني وبيرسي تاو لاكاي من اللعيبه اللي عندها فنيات كويسه قوي، عنده سرعات وكل حاجه لكن لعيب عنيف جدا كروته كتير وعنده مشاكل في التغطيات العكسيه. لو اشتغلنا على المكان ده نقدر نعمل حاجه كويسه، واحنا فعلا رحنا من ناحيته اكتر من مره لكن هو برده كان عامل التوفيق. سان داونز التمركزات عنده فيها مشكله خصوصا الدفاعيه، مش من الانديه اللي بتخسر الكوره كتير او مش من الفرق اللي بتخسر الكوره كتير وهي بتحضر من تحت، حاجه شبه النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت انا لازم اخد الريسك لان برده هرجع لنفس النقطه نو ريسك نو فن، انت لو ما اخدتش الريسك غيرك هياخد الريسك وهيكسب. هو اخد الريسك وعمل ده في التغييرات اللي عملها هنا في القاهره، بدا ياخد ريسك عليك سجل. انت كمان كنادي اهلي ممكن تلعب 60 70 دقيقه 4 3 3 وتقفل الهاف سبيسز بتاعتك، اللي لو احنا قدرنا نجيب الصوره على الشاشه دلوقتي عشان نشرح للناس ايه الهاف سبيس اللي بيشتغل فيها. عايز الصوره بتاعت اهلي وسان داونز؟ اخر صور اهلي وسان داونز هي دي الهاف سبيسز او دي المساحات اللي في الخطوط الطوليه اللي موجوده في الملعب. طيب اللي النادي الاهلي كان خايف منها قوي في ان هو يضغط بثلاثه، يضغط بالثلاثه لعيبه علشان ما يسيبش المساحات دي فاضيه. هي دي بالظبط الحته اللي متعلم عليها في الملعب، هي دي اللي لما الحته اللي متعلم عليها بالاخضر الغامق. بالظبط ده المكان اللي انا لما بطلع واحد من الثلاثه مكان منهم بيفضى، لان اليو ديانج اللي بقى في عمق الملعب، حمدي فتحي على يمين وعمرو السوليه على شماله، فالمساحتين اللي على اليمين والشمال هم دول اللي بيقفلهم طول الوقت عمرو السوليه وحمدي فتحي. لما بطلع واحد منهم وبلعب لمحمد مجدي قفشه بخسر واحد من الاثنين دول وبضطر ان انا اكبر المساحه اللي بيشتغل عليها اليو ديانج. عشان كده اليو ديانج لما كان خارج في المباراه اللي قبل اللي فاتت قال جمله مهمه قوي لعمرو السوليه وهو خارج، قال له اتس تو ماتش، يعني كتير كتير. فهي دي بالظبط اللي هو مكتوب هاف سبيس والسنتر والهاف سبيس، الجزء السنتر ده بياخده اليو ديانج. قال له تو ماتش والله. قال له تو ماتش والله. الجزء ده هي دي الفكره، ان انا بضيف لاليو ديانج لما بخرج واحد من الاثنين مساحه من الهاف سبيس انه يشتغل فيها. طيب عندي دقيقتين بس عايزك تقولي سيناريو الماتش، هل الاهلي يبدا المباراه بنفس الاسلوب والطريقه اللي تعودنا بيه في اخر ماتش؟ يعني كل الماتشات الاهلي بيبتدي بضغط شديد جدا بصرف النظر بيلعب مع مين فين؟ هل تتوقع السيناريو ده هيطبق او هيلعب بيه مستر موسيماني في المباراه انه ينزل يهاجم او يضغط على سان داونز من البدايه، ولا متوقع سيناريو مختلف؟ انا متوقع ان هو هيحترم الاكاديميه اللي هو اسسها. تمام. ده متحفظ يعني، هيبتدي متحفظ. لكن تقدر تستمر بالنتيجه السلبيه لحد 60 70 دقيقه وبعدها تبدا ترسك كتير قوي 70 دقيقه، احنا نقعد على اعصابنا 70 دقيقه، عايزين جون في اول ربع ساعه عشان الاعصاب تبقى احنا سجلنا في المباراتين اللي فاتوا في بريتوريا في اول ربع ساعه. مباراه فايلر سجلنا عن طريق علي معلول الفاول، والمباراه الثانيه بتاعت الموسم اللي فات سجلنا من ياسر ابراهيم برضو في اول ربع ساعه. ممكن نسجل اول ربع ساعه، نتمنى ان شاء الله يكون سيناريو سهل ولطيف. والمباراه انا برضو باكد سان داونز فريق محترم وبيلعب كوره محترمه جدا ومن اقوى الفرق في افريقيا، لكن ما زلت عند رايي الاهلي قادر جدا جدا يكسب سان داونز في ملعبه في وسط جماهيره. قبل ما نتكلم على الشامبيونز ليج بقى في اوروبا واخدكم لماتشين امبارح سريعا، والاهم نتكلم على ماتش النهارده
باريس سان جيرمان وريال مدريد. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. نبدا معاكم ماتشات امبارح، هبتدي بسبعيه البايرن. بصراحه يعني فريق مبهج ممتع، بيلعب كوره كده يعني، والحقيقه يعني بيميز بايرن ميونخ انه تمشي اسماء تيجي اسماء، مرحله ريبيري ويعني ونجوم كتيره جدا كانت موجود، تياجو الكانتارا كان موجود ومشي، اري روبن كان موجود ومشي، فتحس انه الفرقه ازاي النجوم دي كلها هتمشي وهيفضل بايرن هو، لا جي كومن وجي جنابري وجي ليروي ساني، والحقيقه كره البايرن هي كره البايرن. بحسه شبه بجد والله، بحسه شبه الاهلي جدا، الشخصيه المنظومه، يجي اللي يجي ويمشي اللي يمشي، والفريق هو عنده نفس شخصيه البطل. سبعيه امبارح هي اخباره، وعندهم كمان سقف المرتبات زينا، عندهم سقف كمان مرتبات عشان في حد بيقول انا ما شفتش يعني، ما افتكرش لو انا غلط صلح لي، ما افتكرش انه البايرن عمل قبل كده صفقه هلاميه يعني زي ما بي اس جي عمل مثلا نيمار مش عارف بكام وميسي بكام، مش من النوع من الفرق اللي هو بيعتمد على انه هات النجم اللي هو، لا حتى عندهم عين. لما باعوا نجوم كان كروس لما مشي راح ريال مدريد خدوا مكانه تشافي الونسو، كانت صفقه تبادليه، هم مش بيبيعوا نجوم. مين الفونسو ديفيز؟ يعني مين كان في العالم يسمع الفونسو ديفيز؟ 3 مليون يورو ببلاش، يعني العين اللي بتشوف وبترصد وتحلل وتقول هو ده في حته ثانيه خالص يا جماعه. وكومان كمان، كومان جاي من يوفنتوس، وكان قبل كده ده سايبينه، كومان ده سايبينه في بي اس جي، خارج اكاديميه بي اس جي، قالوا له يلا مع السلامه شكرا. برضه من اللعيبه اللي تقريبا اشتروه ببلاش يعني. لا هو الحقيقه البايرن يعني مع الفرق المتوسطه في اوروبا بيبقى مرعب. يعني دايما حاطط الفرق المتوسطه في اوروبا في مكانه، حتى انت كمتفرج تحس ان هو احنا لو لعبنا الفرقه دي هنكسبها. يعني من كتر ما الفرقه دي بتبان قد ايه ضعيفه قدام بايرن ميونخ. بس على فكره سالزبورج مش فرقه قويه جدا، مش فرقه سهله يعني، فرقه قويه جدا، بس تشيل سبعه يعني، وبعدين ارقام سبعه وثمانيه يعني، الثمانيه بتاعت البارسا لسه حاضره برضه. ومباراه الذهاب كمان كنت يعني وصلت احساس للناس انه الموضوع فيه منافسه. يعني مباراه واحد الذهاب واحد في منافسه وفي فرقتين في الملعب، ومباراه العوده امبارح المستوى اللي قدمه بايرن بيقول انه جاهز انه يكون واحد من الفرق اللي تنافس على اللقب فعلا، ولا مش مقياس؟ لا مش سكيل خالص، لان كل بطوله عندهم ماتش كده بيكسبوه برقم كبير جدا. ليفاندوفسكي امبارح اسرع هاتريك في تاريخ الشامبيونز ليج، واسرع خماسيه في الدوري من سنتين ثلاثه، احرز 5 اهداف تقريبا في 32 دقيقه، ارقامه مرعبه ليفاندوفسكي. هيكمل في البايرن السنه الجايه ولا متوقع انه يكون من الاسماء اللي هترحل؟ انا عندي توقعات ان هو يعني عنده طموح مختلف، ان هو عايز يروح في حته ابعد شويه. عايز يروح ريال كل حاجه مع البايرن، هو عايز ياخد الكره الذهبيه. ايوه هي دي، ريال مدريد يعرف يدفع كويس ياخد اللي يدفع اكتر يشيل، يعرف يدفع كويس وياخد الجائزه دي لعيبته يعني. ليفربول كانت مفاجاه الحقيقه، بعد عرض قوي جدا قدمه في ميلانو في جوسيبي مياتسا، انه ويكسب 2-0، كل قال لك انه مباراه امبارح دي يعني احتفاليه لليفر، ويعني ليفر خلاص تاهل، وفوجئنا الحقيقه بعرض قوي جدا من الانتر، وكاد الانتر ان يفعله. يعني تقدم بهدف لاوتارو مارتينيز، وكان من الممكن جدا انه يحقق المفاجاه ويتعادل مع ليفر على ارضه. شفت المباراه ازاي؟ انا شفت مباراه الذهاب الاول كان فيها تنافس، بس كان برضو فيها عامل توفيق كبير قوي لليفربول في ان الانتر بيروح يضيع والليفر بيسجل. ايوه فبالنسبه لي عملوا ماتش كويس. ليفربول لحد السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان بالنسبه لي من الفرق القويه جدا في اوروبا، فقد الحته دي لانه ما عندوش ديبث كبير قوي او ما عندوش عمق كبير في السكواد بتاعه. دايما لما لعيب مؤثر بيغيب بتلاقي البديل اقل. يمكن نادرا على السنتين ثلاثه اللي فاتوا لما ليفربول اشترى لعيب وتلاقيه نور زي دياس دلوقتي. ايوه دياس منور، لعيب اضافه قويه جدا، اضافه كبيره جدا، ما عندوش ده. فكان يعني شايف ان دياس عدى مينا مينو طبعا، واعتقد كمان انه شايف انه اعلى من جوتا. يعني لعيب جه فتره قليله جدا وصفقه ما هياش يعني من الصفقه من العيار الثقيل، لكن قدر يبقى يحسسك انه قادر يضيف لفريق. اعتقد مخلي الحته الشمال في ليفربول كلها قلقانه. ساديو ماني قلقان، جوتا قلقان، كل الناس اللي بتلعب في المكان ده دلوقتي كلها قلقانه من دياس، لانه جه اخد ماتشات اساسي بقى مؤثر، عمل ماتشات كبيره، فبدات الناس اللي
تلعب في المكان ده تقلق. طب انا قريت بقى وافتكر الكلام ده، دياز جه عشان ماني مش هيكمل مع ليفربول. هيروح فين؟ في يوم من الايام هقول لك افتكر لما قلت لك، فاكر لما قلت لك لويس دياز جاي؟ عشان هو الحقيقه يمكن انت ليفربول عنده ازمه في التجديد لثلاثه مع بعض، والثلاثه تقال جدا، فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح. وفي الفتره الاخيره في توترات كبيره جدا بين ساديو ماني ويورجن كلوب. هو شايف انه في تمييز في المعامله، شايف انه مش واخد حقه في الفريق، شايف حاجات كتيره جدا ممكن تكون مأثره على علاقته او مستقبله مع الليفر. فاعتقد انه صفقه لويس دياز تحديدا عشان تحسبا لرحيل ساديو ماني. لو عمل كده يبقى صفقه ناجحه، لان هو فعلا من وقت ما جه لعيب منور ومؤثر جدا في الفرقه. فبالنسبه لي دياز بعد كده المباراه اللي هنا، حتى بعد الطرد، يعني حتى بعد طرد سانشيز برضو، يعني ايه، الراجل نزل وانزاجي قفل تماما الخط الدفاع بتاعه. ما بقاش بيهاجم خالص، راح بمرتدة او اتنين وما كانتش مؤثره، لكن حافظ على المكسب. مكسب كان شكله حلو، بس هو ما يعني رحيل لوكاكو عن رحيل لوكاكو حكيمي عن الانتر افقدهم فرصه المنافسه. الفرقه على فكره فرقه كويسه جدا ومحترمه جدا، وانزاجي مدير فني كويس، بس تهيالي انه فقدانهم لمهاجم بقيمه لوكاكو اضعف من فرصهم. تهيالي لوكاكو لو كان موجود معاهم كانت القصه تبقى مختلفه. هو انا بصراحه بالنسبه لي اخر 20 سنه ما عنديش اي ثقه في اي فريق ايطالي خالص، من بعد ميلان رونالدينيو وبيكهام والمجموعه دي، واللي برضو كانت منافسه يعني مش احسن حاجه. هتلاقي اللي قبلها كان ايه؟ كان ميلان ليفربول 2005. ده ايطاليا دي، اليوفي والميلان والانتر دول كانوا يعني بيناموا اوروبا كلها من المغرب، اكبر نجوم العالم لعبوا في الفرق دي، وياما الفرق دي كانت دايما بتلعب لازم فريق منهم يكون في النهائي. يعني اليوفي ده كان بيلعب نهائي او نهائي لا، يعني ما تفهمش ايه التراجع اللي حصل ده مره. التراجع لان الكوره في مرحله معينه على مستوى المدربين راحت في حته، وايطاليا واقفه، وعلى وماركتنج وايز راحت في حته. لا، هي انجلترا سحبت البساط من الكل بصراحه. يعني بريمير ليج الحقيقه مره واحده كده كان دايما عايشين على المان يونايتد. المان يونايتد هو اللي في انجلترا، بس لا ليجا كان بينافس الدوري الاسباني. كان الليجا كانت بتنافس طبعا، بس يعني برضه الليجا في النهايه بارسا وريال يعني، واتلتيكو يعني وصل نهائي تشامبيونز ليج ودايما موجود في سيمي فاينل. بورتو وصل نهائي تشامبيونز ليج، ومارسيليا وصلت، واياكس خد تشامبيونز ليج. بيحصل ده، لكن اقصد اقول انه يحصل انه في انجلترا يبقى عندك خمس ست فرق بتتنافس دايما على لقب بريمير ليج، اهم نجوم العالم بتلعب في بريمير ليج، اهم مديرين فنيين في العالم في بريمير ليج. ما ده برضه تخطيط، ده ما حصلش بالصدفه. بس ده على الناحيه الثانيه افقد المنتخب الانجليزي هويته. يعني ده على الناحيه الثانيه خلى المنتخب الانجليزي مش المنتخب اللي كان مرعب من اول بنتكلم يورو. هو عمره ما كان مرعب، انا عمري ما شفت ما بس منتخب انجلترا كان مرعب. بيوصل يعني في الستيج بتاعته، كان بيروح ستيج عالي، يعني يروح سيمي فاينل، يروح فاينل، موجود دايما في كيرف فاينلز. هنا لا، طيب ده الوقت بيجري ولازم نتكلم على النهارده انت مع الريال ولا مع بي اس جي مبدئيا؟ مين المتوقع انه يجي؟ 100% اتمنى ريال مدريد يخرج، عشان هو يخرج عشان هو بينافس النادي الاهلي على فكره برضو شوف برضو المصلحه بتحكم. انا بالنسبه لي بس هو ريال حتى لو عدى من بي اس جي النهارده مش هيقدر يكمل في البطوله. انا اتمنى يخرج من اي مرحله، المهم ما يحققش اي بطوله قاريه الفترات اللي جايه. هو ينفع الاثنين يخرجوا؟ يعني في نتيجه ممكن تؤدي ان الاثنين يخرجوا؟ نخرج واحد دلوقتي وواحد الدور الجاي. مين الاقرب من وجهه نظرك يا شريف في البطوله؟ لحد دلوقتي بي اس جي. مين اللي قدم اوراق؟ بي اس جي. بي اس جي بالنسبه لي مقدم حاجه محترمه جدا، وليفربول عنده هويه الانتصار، بيعرف يكسب، بس هو مش مقدم الحاله الفنيه اللي تخليك تقول هو ده فعلا الفريق اللي يقدر يكسب. غيابات الريال النهارده، عنده غيابات يمكن ثلاث او اربع لعيبه مؤثرين. عنده اهم ريال مدريد هو يعتبر الثلاثه بتوع نص الملعب. اللي هيغيب منهم النهارده تقريبا اثنين، يعني واحد 100% هيغيب سسبندد، كاسيميرو ده 100% غايب. توني كروز اخذ الدور تاني. توني كروز مصاب، يعني في ناس بتقول هيغيب، في يعني في مواقع بتقول هيغيب، في مواقع بتقول لا. ايا كان مش هتفرق، بس انا بالنسبه لي ومندي كمان اعتقد بنسبه مندي 100% سسبندد برضو هيغيب، ايقاف هيغيب
انذارين، ومارسيلو قبل يعني الفتره اللي قبل مندي ما يلعب كان مارسيلو وحش قوي، حتى الدقايق اللي بياخدها مستواه قليل جدا، فده برضه عامل ازمه، الناس ما عندهاش ثقه في مارسيلو. فاعتقد ريال مدريد يعني بيغيب عنه العناصر المؤثره، فده هيضعف الفرقه اكتر. سيناريو بارك دي برانس، بس الالترا راجع النهارده. الالترا بتاع ريال مدريد جماهيرهم كانت غايبه بقالها فتره، في مشاكل بينهم وبين الاداره، قالوا احنا هنرجع، ونزلوا بيان قالوا احنا عمرنا ما غبنا واحنا طول عمرنا موجودين واحنا راجعين النهارده. فانا بالنسبه لي دايما بحس ان الجمهور بيبقى ليه بيعمل الفرق. طبعا. طيب سيتي في سبورتنج لشبونه، سيتي طبعا طبعا ريال في بي اس جي، انت توقعت بي اس جي. بايرن في سالزبورج، عندنا بايرن والليفر على حساب الانتر. مواجهات الاسبوع اللي جاي، مان يونايتد في مواجهه اتلتيكو مدريد، اعتقد اتلتيكو مدريد. اياكس في مواجهه بنفيكا، اياكس. يوفي في مواجهه فيا ريال، يوفي. اليوفي والليل في مواجهه تشيلسي. خلاص الموضوع من بدري. على كل الاحوال هنتابع، واتمنى انكم تستمتعوا. انا اعتقد انا وشيف هنستمتع بمواجهه المواجهتين النهارده اكتر من رائعين. هتشوف واحده وتابع واحده وتشوف الهايلايتس بتاعتها، لكن في النهايه هتبقى اكيد كره ممتعه. نختم حلقتنا ونقول كل التوفيق لابطالنا ورجالتنا ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في جوهانسبرغ في مواجهه سان داونز، وان شاء الله قادرين نرجع من هناك بثلاث نقاط. ويهمني جدا الاهلي يقدم العرض اللي يكشف عن شخصيه بطل افريقيا للموسم الثالث على التوالي. هتكون رساله للجميع انه الاهلي قادر وقادم باذن الله. بشكرك يا شريف، شرفت ونورت في السادسه. اشكرك. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل على شاشه النادي الاهلي في السادسه. تحياتي لكم.